الفلسفة في تسيير الحركة وفي إنتاج سياساتها الوطنية، لأن الخلاف الداخلي ليس له أي قيمة إلا في علاقته بما تنتجه الحركة من سياسات وطنية وأدوار وطنية، وبحكم الموقع الهام لحركة النهضة في التأثير في الوضع العام في البلاد حاولنا مرارا وتكرارا تصويب هذا الدور من خلال تصويب طرق اتخاذ هذه السياسات، ولكن للأسف هنالك إمعان وهنالك استمرار في تقوي القبضة الفردية على قرارات الحركة وضعف أداء المؤسسات، إلى أن وصلنا إلى وضع لا يطاق أدى بنا إلى 25 جويلية. العديد من القرارات التي اتخذها رئيس الحركة فرشت السجادة الأحمر للانقلاب. تلخيص الحركة فيه هو وفي من والاه بطريقة عمياء، لأنه لو كل القيادات كانت على قلب واحد ورفضت الاستنفراد بالقرار وفكرت من منطلق المصلحة الوطنية وحتى المصلحة الحركية ما كان يصل الأمر إلى هذا الوضع. العملية الشورية في الحركة تم تكبيلها من طرف رئيس مجلس الشورى لصالح رغبات رئيس الحركة، رغم أن القرارات كانت يعني خاطئة وكان يعني خطأها واضحة لكل ذي بصيرة. بعد الثورة الأربع سنوات قضيناها في مرحلة انتقالية لصياغة الدستور ولعلاج ما تفجر من إشكالات. صارت انتخابات لحكومة قارة سنة 2014 وانتخابات رئاسية. المرحلة بين 2014 و2019 كان يجب أن تكون مرحلة الإصلاحات وفتح الملفات الاقتصادية والاجتماعية. بحكم مستقر لدي أكثر من 160 نائب في البرلمان، لكن هذا لم يحدث، ولذلك نحن قلنا في الفترة هذيك لسنا ضد مبدأ الوفاق، نحن نريد تجميع الصف الوطني، لكن يجب أن يكون على أرضية أجندة الثورة المسألة الاقتصادية والاجتماعية، مسألة محاربة الفساد، إرساء المؤسسات الدستورية. قيادة هذا الوفاق يجب أن تكون جماعية، فريق من النهضة وفريق من نداء تونس، لكن كانت جلسات فردية وقيادة فردية ما يسمى بالشيخين أو الشيخان إلى غير ذلك. فهذا خلف أثرا سلبيا جدا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لكن لا تتحمل النهضة فقط بل نداء تونس باعتباره كان يقود المرحلة من خلال الرئاسات الثلاثة في البرلمان والحكومة ورئاسة الجمهورية. الأفكار الكبرى تبقى دائما ضرورية، فكرة العدالة الاجتماعية، فكرة الحرية، فكرة الهوية الوطنية من لغة وتاريخ وقيم تبقى ضرورية، لكن هذا الوعاء، وعاء النهضة، أصبح يعني لم يعد أفضل مترجم لهذه الأشياء ولهذه القيم النبيلة. النهضة تمثل فكرة رئيسية في المجتمع، فكرة الهوية الوطنية مع الحرية، لكن لم تعد هي أفضل مترجم لها، ولذلك تبقى الأفكار ولكن الأوعية تتغير. الظاهر أو المعروف في استقالات الإسلاميين أن استقالات فردية وسلبية، يعني عادة ما يتوقف على النشاط السياسي. هذه الاستقالة هي استقالة جماعية تحمل في بذورها فكرة العمل الجماعي المستقبلي، بقي تشكيل يعني تحديد شكله يبقى رهين النقاش والتفاوض داخل هذه المجموعة. أنا أؤكد لك لن يتراجع، وهذه خبرة 8 سنوات من المحاولة، لم نرى أمامنا إلا يعني المراوغة وعدم الوفاء بالوعود. أين الوعد بالإصلاح في المؤتمر العاشر الذي أطلقه رئيس الحركة؟ لم يتحقق منه شيء، بل بالعكس الأمور زادت تداورا، ولا نريد هنا فتح ملفات ولا نشر غسيل. الذي منعه هو أن رئيس الحركة لا يريد أن يصارح القواعد بأننا مهمشون في الحكم، يروج له أننا نحكم وأن سياساتي ناجحة، فهي عملية للاستهلاك الداخلي. وقلنا له في كم من مرة يجب أن ندخل الحكم بشروط الحكم لكي نحاسب على قدر مسؤوليتنا، وإلا نغادر نذهب إلى المعارضة، لكنه يرفض ويريد أن يقول باستمرار سياساتي ناجحة ونحن دائما يعني في الحكم، رغم أنه القبضة أو الفعل في الحكم والتأثير لا يكون فقط بعدد المسؤولين، بالرؤية. عندما تطرح مشروع اقتصادي
واجتماعي ومشروع حوكمة لمقاومة الفساد، فإنك تستطيع أن توظف به حتى قوى غيرك وكفاءات غيرك وتجمعهم على هذه القاعدة. عندما صار الخلاف حول بقاء الشاهد أو ذهابه، مجلس الشورى أعطى تفويضا لرئيس الحركة إما بقاء الشاهد بشروط وتعاقد مع الشاهد في برنامج الحكم وآلياته، أو ذهاب الشاهد بشروط على نداء تونس ورئيس الجمهورية ببرنامج ورؤية وإلى غير ذلك. رئيس الحركة سلم الحكم للشاهد دون أي تعاقد، وقد صرح في جانفي الذي تلا تثبيت الشاهد يوم 12 جانفي بالضبط في محاضرة في أحد النزل للاحتفال بذكرى الثورة أنه ليس لدينا أي تعاقد مع يوسف الشاهد. هذه من أخطاء الحكم ومن أخطاء. هل هنالك شيء أقوى من تسرب الوثيقة في ماي بأن الرئيس يعد لتفعيل فصل 80 بحسب رغبته؟ صار التسرب، نحن استشرفنا، ولكن حتى إن لم نستشرف جاءت الوثيقة ورئيس الجمهورية لم ينكرها ورئيس الحركة لم يرد التحرك. قلنا له لابد من حل هذه الأزمة وسحب الفتيل بتغيير الحكومة بالتوافق مع الرئيس وإقامة الحجة على الرئيس وكذلك الإصغاء لوجهة نظر الرئيس، ولكن تم الاستمرار في الممحكات. لا يعني أن المسؤولية كلها يتحملها رئيس الحركة أو هذا، بل كذلك قلب تونس اللي كان مصر على بقاء المشيشي رغم تقييمنا جميعا إلى عدم كفاءة هذه الحكومة وهي غير ماسكة لملفاتها. في أوج جائحة كورونا الفريق العلمي ينقسم بين جزء في وزارة الصحة ومتفق مع الوزير الصحة، وجزء آخر في رئاسة الحكومة متفق مع رئيس الحكومة. وزارة الصحة تم تفكيكها علميا وإداريا بالتجميد وبالإقالة وبي إلى غير ذلك، ولذلك لم نكن بحاجة إلى الاستشراف، الأمور كانت واضحة وضوح العين، وهذا ما جعل المؤسسات عندها نوع من العماء الاستراتيجي ليس لغياب الأفكار. نقاشات مجلس الشورى ثرية جدا ونقاشات المؤسسات ثرية جدا، لكن لا يؤخذ بها، يذهب إلا في الرأي الذي يراه رئيس الحركة ومن ولاه. كانوا يتفاوضون على الترشيح، رئيس الحركة أراد ترشيحا رسميا فيه إمضاء يوسف الشاهد، إلى في آخر يوم كان مخصصا للإمضاء يوم الاثنين رفض الإمضاء وطلب ترشيحا غير رسميا، وهذا ذكره رئيس الحركة في مجلس الشورى ثم بعد ذلك ذكره لسيد الشاهد. هل معقول أن تتفاوض مع جهة من وراء مؤسسات الحركة؟ ستعود الديمقراطية إلى تونس بإذن الله، وهذه الأزمة رغم شدتها وقسوتها ستنضج الوعي السياسي لدى النخب السياسية ولدى المجتمع من خلال اكتشاف سراب الشعبوية. البلاد يمكن لقدر الله أن تنهار اقتصاديا واجتماعيا، كانت الأولوية اقتصادية واجتماعية، كنا نبحث عن حكومة تنهض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، رئيس الجمهورية يقلب الأولوية وفق أجندته الخاصة أن يريد أن يجمع السلطات ويجعل الأولوية هي تغيير الدستور وإلى غير ذلك، ثم الوضع الاقتصادي والاجتماعي يعني يتوجه منا إلى الانهيار، في حين أنه كان يعد الناس بمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية. الديمقراطية في تونس ستنتصر، الشعبويات يعني سيطرت في كثير من البلدان ثم انهارت والشعوب عرفت الطريق. الرئيس يعني إن صح أنه يريد دوائر انتخابية على الفرد، فأنه يفتح الباب للمال الفاسد وللعروشية، لأنه رجل الأعمال الذي كان ينفق على قائمة تضم ولاية كاملة سينفق على قائمة هم معتمدية، هو سيفتح الباب للعروشية وللمال الفاسد للسيطرة على السلطة التشريعية. رئيس الجمهورية قام بعمل انقلابي، ليس هنالك حاكم ديمقراطي يعلق دستور ديمقراطي، لأن الدستور الديمقراطي فيه من الآليات ما يجعله يتطور دون الحاجة إلى تعليقه. إن أراد أن يطرح مشروعا سياسيا فليطرحه بالوضوح في حملته الانتخابية، في حين أن الحملة الانتخابية لم يقل إلا كلاما مبهما، فليتخذ الآليات الدستورية ويكون هنالك حوار هادئ، الفكرة مقابل الفكرة وليس الدبابة مقابل الفكرة، وهذا سيبقى للتاريخ. كل المواقف من الانقلاب ستدخل التاريخ، لكن من أي باب؟ إما من باب الشرف
والوفاء للديمقراطية والقيم التي ناضل من أجل الشهداء رحمه الله، وإلا من باب الخزي والبحث عن الفتات في ظل الدكتاتوريات.